بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كلا كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
فتتوسل باسم وصفة. الاسم العفو، والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقا لليلة القدر ولا بد.